لحظة لحظة وقفة، الحين هذه هندي ولا عماني؟ عيد عيد مرة ثانية. اي والله لبس عماني ويغني هندي ويا شاروخان بعد. ايوه انا هيثم العماني. وتعرف تغني هندي؟ اكيد اغني هندي، فوز بالمركز اول بالمسابقة في الهند. صدق والله؟ لحظة، انت في حد من هلك هندي؟ شو اقولكم، انا عماني، ابوي عماني، امي عماني. وعلى فكرة لما رحت شاركت برنامج الهند كنت ما اعرف اتكلم هندي. نعم من صدقك؟ زين ادخل ادخل على القصة. لحظة، بعدني ما خبرتك عن اوكرانيا. يا اخي تكفى لا تحرق القصة، خلنا نبتدي من الاول. يا اخي ابغي القصة من اولها، شلون دخلت المجال؟ وانا كان عمري 13 سنة بديت اغني ودندن، يعني كنت اطلع ويا ربعي كنا نغني ونعزف آلة جيتار. فانا قررت يعني لما اكبر خلاص يعني بصير مغني، اغني على مسارح. وبعدها بدأت أجتهد وأهتم في مجالي، كنت أطلع حفلات وكذا يعني خاصة في مسقط. يعني سنة 2014 نزلت أول أغنيتي بعنوان عشانك، ومن كذاك يعني بديت. الحين السؤال اللي محيرني، شو اللي وداك الهند؟ شاركت بالمسابقة دالهندوستاني قلب هندي، كان هدفي اني اتعلم واتثقف. قلت ابغى اغير شوي يعني ستايلي، يعني خاصه لجنه التحكيم يعني كان اذا انا غنيت غلط بيصححوا لي ويعلموني يعني. واكيد طبعا اللي كان يهمني اكثر يعني تقييم الجمهور. زين اوكي، بس ليش الهند بالذات؟ انا من صغري اتابع افلام هنديه واسمع اغاني هنديه، لانه طموحي اني اغني في افلام بوليوود واكسب جمهور الهندي. طبعا هم ذويقين يعني يحبوا الموسيقى والفن يعني بشكل عام. يا اخي انت قلت لي انك قدمت استقالتك من شغلك عشان تشارك في المسابقه، شلون قدرت تاخذ هالخطوه وشنو كان رايها لك؟ جلست مع والدة، بس هي كانت وايد حزينة ومستغربة. يعني هي قالت لي انه هيثم ما مشكلة، الله يوفقك ان شاء الله ودعواتنا معاك، روح. والله حلو، وايد حلو، بس قول لي شلون كان شعورك اول ما قبلوك في المسابقة؟ كنت فرحان ونفس الوقت كنت خوف، يعني كان فيني خوف اني اروح دولة جديدة وما اعرف حد هناك. زين قل لي أكثر عن تجربتك في الهند. أول يوم أنا أذكر لما غنيت على مسرح أمام لجنة التحكيم كنت وايد متخوف، بس فجأة أشوف يعني ستاندينج أوفيشن، يعني وقفوا لي لجنة التحكيم وصفقوا لي. طبعا حسيت يعني حلم يعني ما حقيقي. زين تعال قل لي ليش ما شاركت في مسابقات عربية؟ شاركت في مسابقة غناء في الوطن العربي. أنا لما غنيت بلغة هندية في أحد من الفنانين كبار يعني قام استهزأ فيني وكان يضحكوا علي يعني. والحين أنا فزت بأكبر وأقوى مسابقة الغناء باللغة الهندية. والله كفو عليك، تستاهل. زين الحين قول لي شنو احلى موقف صار لك في المسابقه؟ اوه شاروخان، يعني والله كان شعور، شو اقول لكم، يعني كنت وايد مستانس، يعني كان شعور حلو. تعال تعال صح، سالفه اوكرانيا
تأهلك نهائيات مسابقة The Voice، شلون جاتك الفكرة؟ كنت أريد أتعلم يعني ثقافتهم. الحمد لله يعني تعلمت أشياء كثيرة في الأوكرانيا، إنك كيف تقدم على مسرح كفنان، لازم تحرك وتخاطب الجمهور. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقال سنين ولا غيرك في بالي. هم ما كانوا مصدقين يعني إني أنا عماني وعربي، وكانوا يتأكدوا أكثر، جيب جوازك، جيب بطاقة شخصيتك. هم استغربوا اني كنت اعمل ميكس ما بين شرقي وغربي. انا عندي نية اتجه الى الهند واستقر هناك واطور نفسي اكثر واكثر طبعا في مجالي.